البودر. حضرتك هنا بقالك قد ايه؟ بقالي سنة وجيت مرة قبل كده وقعدت برضه 6 أشهر ومشيت ورجعت تاني. والناس هنا علاقتك بيهم ايه؟ كلهم كويسين. عندك اولاد؟ عندي بنات ولا صبيان؟ معايا بنات وصبيان. طيب بيجوا لك بيسالوا عنك بيكلموك اي حاجه؟ هم انا ايه اللي جابني هنا؟ هم مشاغلهم قصدي وشغلهم، مفيش وقت مفيش حد يقعد، بس يعني عايزة الوحدة اللي يعني عاملة شوية معايا تيجي تعمل مكان. من كلية البنات وبعدين نقلت الوحدة المحلية وبعدين انتدبت للإدارة التعليمية وبعدين مشيت من الوحدة المحلية رجعت المكان. هما يعني زوج لما توفى كان أولادك عند عمرهم قد إيه؟ كانوا صغيرين، كان أكبر واحد في تانية معلمة وجوزته وهو صغير، ومراته جوزتها برضه معاها كانت طالبة، الاتنين كانوا طلبة. عشان كده احفاد يعني فرحت بيهم، ليه احفاد كتير قوي ربنا يخليهم. حضرتك جوزتي ما فيش شقه؟ كان بيت واسع، بيت ابوهم كان في الارياف واسع. شقه تانية وسبت لهم ازاي؟ في الاول ما رجعت تاني. لا البيت يعني كبير ياخد كتير، يعني مش حاجه انا سبت البيت يعني كده. ابنك ولا مرات ابنك هما اللي مشكله؟ نعم ابنك ولا مرات ابنك؟ من هم اللي زعلانين؟ محدش زعلان. طب مرات ابنك هي مزعلجة؟ ولا حد زعلان. طب وبنتك؟ هم يعني نفسي يعني يعرفوا الحياة هي ايه بس. يعني يعرفوا ايه واجب حماقي واجب بيه، محدش مزعلان منهم ولا حاجة. مش خايفة عليهم من بكرة؟ خايفة عليهم قوي بداينهم. مقدرش ان انا اقدر عليهم. رغم انك زعلانة؟ لا مش زعلانة يعني. غصب عنك؟ غصب عنهم. يعني عندي ابن بيخرج من الساعة 6 الصبح أو يمكن قبل 5 شوف الفجر ده في الشتاء يبقى إيه، ويرجع بالليل الساعة 9 بالليل، فين الوقت اللي يقعد فيه حتى مع ولاده؟ والتاني مدرس، ويعني ظروف الحياة صعبة. وأحفادك؟ زي العسل. بتشوفيهم؟ آه. بتروحي لهم ولا هما اللي بيجوا؟ أنا بروح لهم. بتروحي لهم كل قد إيه؟ حسب صحتي، ظروف لو أقدر أمشي أمشي، لأن ساعات ما أقدرش أمشي خالص. ما بيبقاش نفسهم انك تقعدي معاهم وليك هتتقعدي معاهم؟ قوي 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 قوي، وعايزين نقعد وكل حاجه. بس الوضع اختلف. مش هقول لك اكتر من كده. طب انت مش خايفه على اولادك اولادهم يطلعوا يتعبين شويه لما يكبروا؟ الله اعلم. خايفه. انت مسامحاهم؟ مسامحاهم؟ مسامحه اولادهم؟ ده شيء طبيعي. الأم دايما بتسامح حتى دايماً. بس دايما بيقولوا ان كنت داير عن ايه؟ عن كل حاجة، عن كل حاجة حلوة او وحشة. انا جوزته ان انا فرحانة بيه وعاش حياته، والثلاثة كانوا صغيرين ورا بعض يعني 5 صبيان الحمد لله كلهم جوزتهم وقعدوا معايا شوية في البيت ورجعت تاني بيت وجوزتهم وقعدوا، واللي باقي حالته تستقر يطلع على شقته يبنيها ويقعد فيه. اخواتك عاملين اخوات؟ لا ما عنديش اخوات. انت فيش اخوات؟ انت في صفيه علي عبد الرحمن. معايا بنتين. بنت ما كبيرة شتمتني وبهدلتني وهي وابنها وخدت الشقة مني، راحت سجلتها في المحكمة ان هي بتاعتها، درجت غيرت العداد على اساس ان شقتها، غيرت العداد باسمها. يعني مفهوم كمان تغيير العداد غيرتها. طب والتانية؟ بنتك التانية؟ اسم التانية اسمها برضو عفاف، برضو دي كنت قاعدة معاها عشان جارتها
مش عايزاني اكون قاعده معاها. فبعتني عشان ضرتها، بعتني عشان ضرتها عشان تنزل وتطلع هي. ولما بينزلوا ويطلعوا انا بقول لها مش هتنزلي وتطلعي، بتخبط عليها تقول لها ليه؟ طب ما كل ده اقول لك ليه حضرتك. كان جاي مره بنت شغاله في السنترال في العباسيه، فجت قالت لها لما يجي السباك دخليه الحمام يصلح لي بتاع السخان. فجاء السخان الراجل بتاع البوتاجاز، هي كانت بتخش عليه كان كويس. فجاء الراجل بتاع السخان بيقول لي ايه، بيسالني بيقول لي دي مين دي قرب لك ايه؟ بقول له دي بنتي. هقول لها ايه؟ اقول له دي جارت بنتي. قلت له دي بنتي. قال لي لا مش باين عليك دي بنتك، هو واحده برضه كبيره. قال لي لا مش باين عليها بنتك. ليه وليه بقى؟ كرهتنا بقى من كده. فالجوليه منعت تخش عند بنتي عشان البنت دي، وبنتي قبلت بالموضوع ده. ولو جولك دلوقتي حاجه؟ لو جولي هيجوني، مش هما مش عايزين يجوني، مش عايزين يشوفوني. هما مش عايزين يجوني ولا عايزين يشوفوني. انا ادي بقى اذا كان بنتي اللي في واخده الشقه مع جارتها قراني عشان جارتها، والتانيه معرفش خدت ازاي وانا مربيالها ابنها. هي خلت ابنها شتمنا وهي شتمت اكتر ما تقول لي بعيده تخرجي ما ترجعي. تخرج اشوف فيك يوم بنت وتقول له امها كده. انا اندهشت اقول لك ايه بقى باشا، ما انت اكتر من اللي انا فيه. وربنا رزقني بالقدر ان انا قعدت لقيت اولاد، لقيت اللي بيحبونا وانا بحبهم، اللي هم كفايه اخلاق العالم. شايفه الحنيه مع العالم بره، يعني انا شايفه هنا حنيه زياده عن اللزوم. ما شفت همس من ولادي اللي انا مربياهم ومربيه اولادهم. نسيبهم طيبه حاجه وانت طيبه حاجه.